بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله فصل في إثبات في نصوص السنة في إثبات عذاب القبر. قال: وأما نصوص السنة في إثبات عذاب القبر فقد بلغت الأحاديث في ذلك مبلغ التواتر. إذ رواها أئمة السنة وحملة الحديث ونقاده عن الجمع الغفير والجمع الكثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، منهم أنس بن مالك وعبد الله بن عباس والبراء بن عازب وعمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعائشة أم المؤمنين وأسماء بنت أبي بكر وأبو أيوب الأنصاري وأم خالد وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وسمرة بن جندب وعثمان ابن عفان وعلي وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله وسعد بن ابي وقاص وزيد بن ارقم وابو بكر عبد الرحمن بن سمره عبد الله بن عمرو بن العاص وابو عمرو وام مبشر وابو قتاده وعبد الله بن مسعود وابو طلحه وأسماء أيضا وعبد الرحمن بن حسنة وتميم الداري وحذيفة وأبو موسى والنعمان بن غش والنعمان بن بشير وعوف بن مالك. ولو تتبع العدد لزاد على ذلك. هذا بالنظر إلى الطرق الصحيحة. فأما إذا قبلت الأحاديث الضعيفة يزداد العدد ايضا، وفي باب التواتر لا يلزم ان تكون كل الاحاديث صحيحه، بل تذكر الاحاديث الضعيفه احيانا لبيان ان الحديث قد بلغ مبلغ التواتر، وهذا مما يؤكد هذه المساله. اكثر من 32 صحابيا، 32 منهم على الاقل بالطرق الصحيحه، وكما ذكرت في احاديث اخرى وصحابة آخرين لو تتبع الأمر لزاد على ذلك. فهذا بالقطع أكثر من شرط التواتر بكثير. فهذا جم رفيق ونقلتهم من نقلت عنهم من التابعين أضعاف هذا العدد. لأسماء الصحابة منهم من روي عنه عدة أحاديث وليس حديثا واحدا وروي من طرق مختلفة. ولذلك نقول بعد الاطلاع على هذه النصوص: من كذب بعذاب القبر وانكره، او من كذب بحيث البرزخ وانكره جمله، وبعد سماع الايات الداله على ذلك وتفهيم اياها، اذا اصر على الانكار كان كافرا ولا بد. فهذه من العقائد التي يقطع باثباتها، ومكذبها بعد قيام الحجه كافر خارج من المله. واما قبل قيام الحجه فتبين له، لان كثيرا من البلاد لم ينتشر فيها العلم باثبات عذاب القبر. وانا عندي، ولو انتشر في بلد وعلمه العام والخاص و يعني صار معلوم الدين بالضروره فلا يحتاج به الى اقامه الحجه، لأنه صار معلوما للعامة والخاصة. فكل مسائل الاعتقاد إذا علمت من الدين بالضرورة كانت الحجة بها قائمة على كل أحد. قال: فأما حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، فروى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبد إذا وضع في قبره فتولى وذهب أصحابه وتولى وذهب أصحابه حتى أنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان، حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعداه
فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا. وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس، فيقال لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. رواه مسلم. حديث رواه البخاري ومسلم وابن أبي عاصم في إسناد عشرة الشيخين واللواحقي في السنة الكبرى وفي إسناد عذاب القبر، ورواه أبو داود وأحمد أيضا. فهذا الحديث يدل على أن لكل إنسان مؤمن أو كافر مقعدان، مقعد في الجنة ومقعد في النار. أما مقاعد الكفار التي في الجنة ثالثها المؤمنون، قال الله تعالى عن المؤمنين أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قال ابن كثير عن مجاهد أولئك هم الوارثون، ما من عبد إلا وله منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار. فأما المؤمن فيبني بيته الذي في الجنة ويهدم بيته الذي في النار، وأما الكافر فيهدم بيته الذي في الجنة ويبني بيته الذي في النار. وروي عن سعيد الزبير نحو ذلك. فالمؤمنون يرثون منازل الكفار لأنهم خلقوا لعبادة الله تعالى وحده لا شريك له. فلما قام هؤلاء المؤمنون بما وجب عليهم من العبادة وترك أولئك ما أمروا به مما خلقوا له حرز أولئك نصيب أولئك، حرز هؤلاء نصيب أولئك لو كانوا أطاعوا ربهم عز وجل الذي أعد لهم لو كانوا أطاعوا الله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من ذلك الذين يرثون الفردوس. وقوله كنت أقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت، أي لا فهمت ولا اتبعت من يفهم، أو لا تليت القرآن، لا قرأت القرآن من التلاوة، لا دريت ولا تليت، فلا أنت فهمت بنفسك ولا اتبعت من يفهم ولا اتبعت من يدري. ثم يضرب بمطرقة، المطرقة آلة الطرق، والطرق هو الضرب التي يستعملها الحداد يضرب بها الحديد يطرقه فسميت مطرقة. فيضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه يصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. قد ذكرنا أن عدم سماع البشر والجن هذه الأصوات لا يدل على عدم وجودها، ولكنهم غير مؤهلين لاستقبالها، وذلك من رحمة الله عز وجل بهم. رواه مسلم من حديث قتادة وزاد فيه قال قتادة وذكر لنا، وده ذو حكم الإرسال لأنه لا يقل من قبل الرأي بالإضافة إلى الشواهد الصحيحة التي تدل على صحة معناه. قال قتادة وذكر لنا أنه يفتح له في قبره المؤمن يعني 70 ذراعا يعني المؤمن، ويملأ عليه خضرا إلى يوم يبعثون. قال النووي رحمه الله معنى خضرا أي نعما غضة ناعمة واصلا الخضرة في الشفر، يملأ عليه قبره خضرا إلى يوم يبعثون. ولهما بالبخاري ومسلم عن انس ايضا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم واعوذ بك من عذاب القبر. الحديث اخرجه البخاري ومسلم والنسائي واحمد، وذلك في استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل. قال واعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. ولمسلم عنه رضي الله عنه عن انس ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان لا تداثنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع. وهذا الحديث اخرجه مسلم والنسائي واحمد
وبتعتمد على صوت الشيخين. لولا ان لا تدافن ان مات لو سمعت من عذاب القبر لما دفنت موتاها، لخافت على الاموات ولظلت اجساد الاموات فيما بينهم خوفا عليه من العذاب ومن الفتنه، فهذا ترتب عليه من المفاسد ما تستحيل معه الحياه. فمن رحمه الله عز وجل ان لم يسمع البشر من عذاب القبر، وانما اخبرهم بالدليل القاطع على ثبوته ليعتقدوا الحق فتستمر حياتهم كذلك. قال: واما حديث عبد الله بن عباس قد رواه البخاري عن طاووس قال ابن عباس رضي الله عنهما: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى، اما احدهما كان يسعى بمنى واما الاخر فكان لا يستدر من بوله، ثم اخذ عودا رطبا فكسره باثنتين ثم غرز كل واحد منهما على قبر ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا. رواه في مواضع من الصحيح ورواه مسلم ايضا والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي وفي السنن الكبرى وفي اثبات على الكفر. وهذا الحديث في خطر عدم التنزه من البول وفي خطر النميمه. قول النبي عليه الصلاه والسلام: انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، له تاويلان: ليس بكبير في ظنهما، او ليس بكبير عليه تركهما. كان سهلا ان يترك، كان سهلا عليهما ان يتركا هاتين الكبيرتين. وما يعذبان في كبير في ظن كثير من الناس، كان التأويل الثاني. ترك قال كان يسعى بالنميمه، وهو نقل الكلام بين الناس على ذات المحتاج فيها بينها. وترك التنزه من البول لا يستتر لا يستنزه لا يستدرك، كلها روايات في الصحيح. وفي الحديث: التنزيه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، وذلك بترك الاستنجاء أو بالإهمال حتى يترشرش البول على ثيابه، ربما أبطل ذلك الصلاة إذا كان عالما أو مؤمنا، وربما كان ذلك ب يعني أن لا يعبأ بأمر النجاسة فيترتب على ذلك أن يكون مفرطا فيما أمر الله به من امتثال من تطهير الثياب. قال عز وجل: وثيابك فطهر، اي على احد وجوه تفسير الثياب الظاهره. ولا نزاع بين العلماء في لزوم تطهير الثياب من النجاسه ومن البول استنجاء واجب بالايمان. والحديث نص في انه كبير، ثم قال: بلى، قال: بلى انه لكبير. اذا النميمه من الكبائر، وعدم الاستثار وعدم الاستنزاه من البول من الكبائر، وان ظنها كثير من الناس انها من الطوارئ. واما وضع عود الرطب على القبر فقد فعله بعض الصحابه وقال به بعض العلماء، لكن الراجح ان هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو انه شفع فيهما حتى يخفف عنهما مده بقاء العودين ثم يعاد العذاب عليهما، ونسال الله العافيه. وذلك لان الانسان ربما اذا ترك استنزاه البول بقي حياته على ذلك، يستهين باستنزاه البول فيستمر معه مده طويله فيستحق عذابا طويلا. والنميمه ضررها وفسادها مستمر حتى من بعد يعني سكوت الانسان عنها. فالصحيح ان هذا من الخطأ، وضع العود الرطب على القبر الى ان يجلس، ولو كان مشروعا على الدواب لجدد النبي صلى الله عليه وسلم وضع العود الرطب بعد يمتهن. ولو كان كذلك لوضع شجره مثلا او عودا لم يشقه باثنتين، لانه وضع عودا على كل قبر. ولو كان كما يقول البعض لاجل تسبيح النبات الاخضر، فالصحيح ان النبات الاخضر وغيره كل يسبح، وان من شيء الا يسبح بحمده. فالجمادات تسبح، والحجر يسبح، والعود الجاف يسبح. فهذا ليس بصحيح، ولذلك
الظاهر انه من خطأ النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الرجلين. ربنا اخبره بانه قبلت شفاعته فيهما مدة معينة ليست على الدوام. هذه المدة هي مدة عدم يوم العودين الاخضرين. قال ولهما في البخاري ومسلم والنسائي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلم السورة من القرآن. قولوا اللهم ان اللهم نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر. اللهم انا نعوذ بك من عذاب جهنم واعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنة المسيح الدجال واعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم انا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. الحديث ليس من البخاري بل اخرجه مسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه واحمد. وفي البخاري من رواية اخرى غير الدعمية. اما قوله عليه الصلاة والسلام من فتنة المحيا والممات قال ابن دقيق العيد فتنة المحيا ما يعرض للإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهلات وأعظمها والعياذ بالله أمر الخاتمة عند الموت. وفتنة الممات يجوز أن يراد بها الفتنة عند الموت أضيفت إليها لقربها منه من الموت فيكون المراد بفتنة المحيا على هذا ما قبل ذلك. ويجوز أن يراد بها فتنة القبر وقد صح في حديث أسماء الآتي في الدماء الآتي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال. ولا يكون هذا الوجه متكررا مع قوله عذاب القبر لأن العذاب مرتد عن الفتنة والسبب غير مسبب. هذا من كلام نقل ابن حجر رحمه الله. قال وقيل أراد بفتنة المحيا الابتلاء مع زوال الصبر وبفتنة الممات السؤال في القبر مع الحيرة. وهذا من العام بعد القبر. إذا في تفسير في فتنة المحيا إما أن يفسر فتنة المحيا فيما قبيل الموت مباشرة فتكون فتنة الموت الفتنة التي تكون قبل الموت. أو فتنة المحيا تشمل الفتنة إلى خروج الروح فتشمل الفتنة التي عند الموت وتكون فتنة الموت الفتنة التي بعد الموت التي هي فتنة الملكين سؤال الملكين. ويحتاج بعد ذلك إلى الجمع بينها وبين أعوذ بك من عذاب القبر. يقول السبب غير المسبب بمعنى إن الفتنة سبب للعذاب فهو يعوذ بالله من الفتنة ليس أنه لا يريد أن يفتتن ويسأل ولكن المقصود الفتنة التي يظهر منها سوء حال الممتحن. الفتنة التي يذم الممتحن فيها التي يفشل في الإجابة. ولذلك قالوا السؤال مع الحيرة فهو يعوذ بالله من أن يمتحن امتحانا يحر فيه ولم يستعذ بالله من السؤال مطلقا لأن هذا لا يصح اعتداء في الدعاء. لو خطب ان اعوذ بالله من فتنة القبر انه ما يمتحنش خالص لابد ان يسأل كل مقعد ومسؤول ولكن يستعيذ بالله من ان يمتحن بامتحان يحتار فيه او يمتحن بما يعبث عن اجابته فيعوذ بالله من ذلك. والتفسير الثاني لا يناقض هو فتنة المحيا الابتلاء مع زوال القبر. هذا في الحقيقة بعض فتن الدنيا فتن الشهوات والشبهات والجهالات ومن ضمن هذا ان يمتحن الانسان بامتحان وابتلاء لا يصبر عليه. نسأل الله العافية. نعوذ بالله من فتنة المحيا والممات. واما حديث البراء بن عازب فقد روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت رواه في مواضع ووافقه عليه مسلم وغيره. هذا الحديث
رواه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه واحمد والبيهقي في افراد عدد الخمس. وهذه الآية الكريمة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا بأن وفقهم الله لقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وفي الآخرة لأن يقولوها في القبور وعند القيام في النسور، وذلك أن القبر أول منازل الآخرة كما قال عثمان رضي الله عنه. فدلالة الآية على إثبات سؤال القبر وفتنته مأخوذ من قوله وفي الآخرة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين، فكما أضلهم في الدنيا فلن يشهدوا شهادة التوحيد ولا لمحمد صلى الله عليه وسلم برسالة، فيضلهم في القبر في الآخرة، وإذا قاموا إلى القيامة لا يزالون يعترفون على أنفسهم بالشرك ولا يدرون حقيقة التوحيد والرسالة. فروى الإمام أحمد عنه رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، اللحد الشق يكون في جانب القبر، القبر يحفر حفرة ثم يحفر في اتجاه القبلة في اتجاه عمودي على الشق الأول، يعني القبر زي حرف لام، فيوضع الميت في الجزء اللي في جانب القبر يحفر الأول حفرة وبعدين في اتجاه القبلة من أسفل يحفر في اتجاه القبلة ثم يوضع الميت في هذا الجانب، لأنه قد أميل عن وسط من الوسط إلى جانب، وهذا هو السنة الأفضل لمن تمكن من ذلك إذا أمكن في الأرض أن يقع على لحظة، وإلا فالشق يجزي. قال: فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، يعني هو يلحد ساعة ما أتوا، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، هذا يدل على مشروعية السكوت والتدبر ساعة الدرس، وليس الصياح ولا الاجتماع على التأمين الجماعي خلف من يرفع صوته بالدعاء، ليس ذلك من المشروع، المشروع أن يدعو كل إنسان في نفسه ويستعين في نفسه، أما ما يقع في كثير من الجنائز من الهتافات والمظاهرات فهو من البدع المحدثة، حتى ولو كانت جنازات يعني سياسية فإن هذا أمر منكر، تتحول الجنائز إلى مظاهرات يهتف الناس فيها وإلى أن يقبروا الميت يظلون يهتفون، هذا أمر ليس من السنة بل هو من البدع. وكذا المشروع حاليا من الدعاء الجماعي والتأمين الجماعي هذا من البدع. قال: وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الأرض، فرفع رأسه فقال: استعيذ بالله من عذاب الخبر، نعوذ بالله من عذاب الخبر، مرتين أو ثلاثة، نعوذ بالله من عذاب الخبر، ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوضوء كأن وجوههم الشمس، معهم كثر من أجسام الجنة وحنوط من حنوط الجنة، الحنوط فيه يخلق للميت أرض، هذا حنوط الروح وكفن الروح، كما أن الناس يعدون كفنا للبدن في الأرض فالملائكة تعد كفنا وحنوطا للروح، وكما أن الجنازة تعد للبدن في الأرض فهناك جنازة للروح صعودا بها إلى السماء تعد. قال: كأن وجوههم الشمس، يعني في النور والإضاءة، معهم كفن من أجساد الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلس منه مد البصر، أي مرمى بصر المحتضر. قال: ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوانه. قال: فتخرج تسير كما تسير القطرة من فيه الشفاء،
يعني تسيل بسهولة، كما تسيل قطرة ماء من كم القربة أو الإناء، تخرج بسهولة هذه الروح المؤمنة فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين. هذا دليل على أن ملك الموت هو الذي يتولى قبض الأرواح كلها بنفسه، ثم إن الملائكة أعوانه يأخذون الروح، فأعوانه للمؤمنين من ملائكة بالوجوه، وأعوانه للكفرة والمنافقين ملائكة طول الوجوه كما سيأتي. وهذا يوافق قوله سبحانه وتعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، سورة الجمع، لأن هم رسل ملائكة، ومع قوله عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فهذا الحديث يبين كيف أنه ملك وملائكة، ملك هو كبيرهم ملك الموت، ولم يثبت أن اسمه عزرائيل في حديث صحيح، وإنما هي آثار لا تقوم بها حجة، وله أعوان للمؤمنين وللكافرين تختلف صفاتهم. قال: فإذا أخذها لم يدعوها، أي لم يتركوها في يده طرفة عين، حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها تعطي بنفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الريح الطيبة؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء، ينتهوا به إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له، فيفتح له، فيشيعه من كل سماء مقربها إلى السماء التي تليها. هذا الذي نقولها جنازة الروح، يشيعه يتبعه من كل سماء مقربوها من أرواح الأنبياء والصالحين ومن الملائكة المقربين، ففي كل سماء مقربون لله عز وجل، تقطن أرواحهم السماوات، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، حتى ينتهى به إلى السماء السابعة، أي التي فوقها العرش. وهذا معنى في الروايات الأخرى في الحديث الآخر: حتى ينتهوا السماء التي فيها الله، أي التي فوقها الله عز وجل. قال: فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين. قال ابن كثير في عن ابن عباس في قوله تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، أي في الجنة. وفي رواية عوفية عن ابن عباس: أعمالهم في السماء عند الله. وقال قتادة: عليون فاق العرش اليمنى. وقال غيره: عليون عند سدرة المنتهى. والظاهر هذا كلام ابن كثير، والظاهر أن عليين مأخوذ من العلو، وكلما على الشيء وارتفع عظم وارتفع، يكتب كتابه في مكان عال عند الله. نقول أخبر، هل هو تحت العرش اليمنى في الجنة عند سدرة المنتهى؟ الله أعلم. والجنة شاملة، والجنة عرضها السماوات والأرض، فنكتب كتابه في مكان، في مكان مرتفع عال عند الله، مرتفع واسع، فذلك من علامات سعادته. قال: فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم ومنها أو فيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه. هذا دليل على عودة اتصال الروح بالجسد بعد أن يبتلى الإنسان. فهذا الذي وقع من صعود الروح في المدة بين خروج الروح من البدن إلى دفن الإنسان. الروح تصعد إلى السماء ثم تعاد، تتصل بالبدن اتصالا الله عز وجل أعلم كيفيته. ساعة السؤال وما شاء الله عز وجل بعد ذلك. هناك اتصال بين الروح والجسد. الروح تكون تعاد الى البدن، ثم بعد ذلك تنطلق حيث شاء الله عز وجل. تعاد فترة السؤال وما شاء الله بعدها،
كيفية الاتصال لا ندري، لكن أرواح الأنبياء في السماوات وأرواح المؤمنين في السماوات كما سيأتي. فده ساعة السؤال بتعاد الروح إلى الجسد باتصال آخر، غير الاتصال حال الحياة الدنيوية. الاتصال كما ذكرنا لا نعلم كيفيته، تؤثر الروح بتكون موجودة في مكان وتؤثر بالبدن وتتأثر به وهي في مكان آخر ليس بممتنع ذلك، اتصال بجزء من البدن أو بأجزاء منه أو بالبدن كله الله أعلم. فكثير من الأبدان تتفسد لكن بقاياها موجودة كما ذكرنا ذلك في الموت السابق. قال فتعاد روحه فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله. فيقولان له ما دين؟ فيقول ديني الإسلام. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له وما علمك؟ فيقول قرأت كتاب الله تعالى فآمنت به وصدق. هذا دليل على مسائل القبر الثلاث، من ربك وما دينك ومن نبيك. ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ ولا يكفي التقنين بل يقال وما علمك، دليل على انه رسول الله. فيقول قرأت كتاب الله، اعظم المعجزات واعظم الادله ان الله شهد لمحمد صلى الله عليه وسلم برساله في هذا الكتاب العظيم القران الكريم. هذا دليل على كفر من كذب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشهد برسالته ولم يتبعه ولم يقرا كتاب الله سبحانه وتعالى مؤمنا به. فالكفار الذين دينهم غير دين الاسلام يعذبون في قبورهم يعذبون في اخرتهم. قال فينادي مناد من السماء ان صدق عبدي. فينادي مناد بامر الله يخبر عما امر الله به واخبر الله به. قال فينادي مناد من السماء ان صدق عبدي فافرشوه من الجنه والبسوه من الجنه واصطفوا له برادا من الجنه. فيأتيه من روحها. الروح برد نسيمي. الناس تبقى حر تأتي نسمة طيبة باردة فهي تخفف عن الإنسان. وكذلك تطلق الروح على السرور والفرح. الروح غير الروح. الروح روح الإنسان وغيره من الأرواح. أما الروح فهو الراحة. هذا الإراحة. وبرد نسيم الريح. الريح الباردة. و السرور والفرح. ينادي مناد من السماء. قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفتح له في قلبه. طيب الرائحة الطيبة. وهذا كقوله عز وجل فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. فروح وريحان. الآية صريحة في إثبات نعيم القبر المؤمن. أنه ذكر الله سبحانه وتعالى استضرار العبد حتى إذا بلغت الحلقوم حلق الإنسان بلغت الروح وأنتم حينئذ تنظرون أي حول الميت ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. الله عز وجل أقرب إلى كل إنسان من نفسه فضلا عمن حوله والملائكة أقرب إليه كذلك ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين غير محاسبين ترجعونها ترجعون الروح إلى البدن إن كنتم صادقين. لأن الذي يموت رغما عنه كيف يقول غير محاسب؟ من أين له ذلك وهو لا يملك بقاء روحه في بدنه؟ قال عز وجل فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. قال هنا فيأتيه من روحها وطيبها ويفتح له في قبره. مع فتح الأب إلى الجنة فهو يكون في الجنة. قال ويفتح له في قبره مد البصر. قال ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح.
فيقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة طول الوجوه معهم المطوف، جمع مسح وهو الكساء من الشعر، شعر غليظ، كساء غليظ زي الفروة كده بتاعت المائد يكون شعرا غليظا، معهم المطوح فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى قصص من الله وغضبه. قال: فتفرق في جسده، تفرق فزع وتخاف فتعمل خروج. قال: فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المذبوح. السفود حديدة ذات شعب مع معقفة، معقفة يعني ملتوية منوية معوجة، يعلق بها اللحم أثناء شويه، فإذا تعلقت الصوف المبلول صعب جدا تسليكه لتعقد الخيوط، فلا بد من قطع خيوط الصوف من زيها. فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. فهذا أحد مفسر به قوله تعالى، أو الأكثر مفسر به قوله تعالى: والنازعات غرقا، لأنها تنزع أرواح الكفار بشدة. فإذا أخذها، قال: فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المطوف، ويخرج منها كأن تمييز جنفة ولدت على وجه الأرض، يقعون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأقبح أسماء التي كان يسمى بها في الدنيا، أقبح الأسماء من الكافر، الفاجر، مجرم، العاصي، القاتل، سفك الدم، قاطع الرحم، كل تهمة اتهم بها ووصف قبيح وصف به في حقيقة الأمر يسمى باسمه هذا. تصوروا ان هذا يقع كل يوم الاف، مئات الالاف من المرات في ارجاء الدنيا. قال: فيقول، فيقولون: فلان ابن فلان باقبح الاسماء التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى بها الى السماء الدنيا فيستفتح فلا تفتح له. ثم قرأ، قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمال في سماء الدنيا. من الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء. هذا دليل على ان السماء الدنيا لها ابواب، بل كل سماء لها ابواب. واما ما لا يعني يراه الناس، لماذا لا يرون هذه الابواب؟ فانهم انما يرون ما احاط بهم من النجوم التي زينت بها السماء الدنيا المصابيح، فلا يعني ذلك انهم وصلوا الى نهاية السماء الدنيا. كل ما وصل الينا من معلومات حول الفضاء فهو في السماء الدنيا، والابوال فوق ذلك. وتفسير الآية: لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل، قال ابن كثير، قال ابن مسعود: هو الجمل ابن الناقة، هو الجمل المعروف. هناك تفسير آخر وهو الخيط الغليظ، هو الخيط الذي تربط به الحبل الذي تربط به السفينة، الجمل الحبل الغليظ الذي تربط به السفينة. والظاهر الأول وهو أنه البعيد، لأن ذلك الثمان الأكثر الأغلب في الجمل، وهو أبعد الاستحالة حتى يلج الجمل في تم القياس في قرب الإبرة كما قال الحسن البصري، وكذا قال أبو العالية والضحاك، و كذا روى عليه بن طلحه وعطيه بن عبد الله. في الروايه احنا بنبشر ان كان يقرا حتى يلج الجمل في سم الخيار. هو الحبل الغريب. قال: فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في سجين. قال ابن كثير: اي مصيره ومواهم لفي سجين، وهو من السجن وهو الضيق. يكتب كتابه
في مكان ضيق ومصير روحه الى مكان ضيق سجن وحبس والعياذ بالله. سبحان الله ان العبد يكون في الدنيا منطلقا في ارجاء الارض ثم اذا مرض حبس في بدنه على حد درجات المرض ثم بعد ذلك يزداد المرض به الى لحظه الاحتضار فلا يستطيع ان يحرك شيئا من بدنه ولا يتكلم ولا ينطق ولا يسمع ولا يرى محبوس ثم بعد ذلك يعود الكافر الى حد اشد ولا يرون الناس وضيق شديد جدا وهذا السجن هو الذي ينبغي ان يفر منه فليس سجن الدنيا بشيء بالنسبة إلى هذا السجن الذي يكون في القبر وأن يكون مصيره يوم القيامة كذلك في أضيق مكان والإنسان يشعر بالعذاب والشقاء مع وجود الضيق الناس تفر من السجون بضيقها وكثير منهم يبيع دينه فرارا من أجل ضيقها مع أنه لا يعد العدة لسجن القبور قال فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الارض السفلى كلما نزل كلما ضاق الامر قال فيطرح او تطرح روحه طرحا اي تربى رميا من ابواب السماء الدنيا الى الارض ثم قرا النبي صلى الله عليه وسلم ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان بعيد تخطفه الطير كما قال المسلمين تقطعه في الهواء او تهوي به الريح في مكان صحيح اي بعيد يهلك من هوى فيه او تهوي به الريح في مكان صحيح قال فتعاد روحه في جسده وياتيه ملكان فيلبسان فيقولان له من ربك فيقول ها ها لا ادري فيقولان ما دينك فيقول ها ها لا ادري فيقولان ما هذا الرجل الذي يؤتيكم فيقول ها ها لا ادري فينادي منادي من السماء ان كذب عبدي واخبر بالباطل قال فاسلكوه من النار افتحوا له بابا الى النار فياتيه من حرها وسمومها السموم الريح الحاره شوفوا الانسان واحنا قاعدين في مكان متسع وفي مراوح ويشعر الانسان بالضيق من شدة الحر ومن الريح الحرة التي تنفذ في المكان كثيرا وتشد المكان ربما قال صلى الله عليه وسلم فيأتيه من حرها وسمومها فيضيق عليه ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه عن خلاف المضادة تختلف الأضلاع تتضاد كان الواحد يحضر واحد ويضمه لغاية ما يضم ضمة جامدة جدا لو الضلوع اتكسرت واتقربت مكانها شوية بس دي قربت من دي هذا كيف يكون الضم ده سائل على واحد روحه تطلع فعلا هو حي يعني روحه تطلع فيضيق اكثر فاكثر لغاية ما تختلف الله على تتضاد يعني يميني بشمال والشمال يميني ولا يقول تختلف الاضلاع على زي ما اشعر الضيق يعني ويظل على تلك الحياة لطلوع الروح ربما يكون اهون من هذا الضيق الفظيع قال ويضيق ويضيق عليه في قبره حتى تختلف اضلاعه سبحان الله هذا متكرر في عدد كثيرة وهو قريش في عذاب الجسد لان يعني الجسد من عذاب اضلاع الاصابات الجسد قال وياتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول ابشر بالذي يسوؤك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول من انت فوجهك الوجه الذي يجيء بالصدق فيقول انا عملك الخبيث فيقول ربي لا تقم الساعه زاد في روايه في قصه المؤمن حتى اذا خرجت خرج روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والارض وكل ملك في السماء وفتحت له ابواب السماء دائما المؤمنون يصلون على بدن الميت فالملائكة تصلي عليه في السماء جنازة سماوية لروح المؤمن قال وليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله عز وجل أن يعرض بروحه من قبله أي من ناحيتهم
لطيب الريح والفرح بالمؤمن والسرور بلقائه. الانسان لما يبقى مع اناس يحبهم ويحبونه يعني باب السعاده. ومن اعظم اسلمت عند اهل الجنه ولزومه الرفيق الاعلى. فكيف يعني بمن تحبه الملائكه وارواح المقربين؟ ومن عذاب الكافر انه مبغوض، كان في الارض مبغوضا وفي القبر مبغوضا ويوم القيامه مبغوضا، بل نفسه تمكثه ولا يضر. ان الذين كفروا ينادون لنقص الله اكبر من نقصكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون. فنفسه التي بين جنبيه تمكثه، فالارض تمكثه والسماوات تمكثه وتريد ان تستريح منه. فقالوا لو لم يكن هناك من عذاب الا ذلك لكفى به العذاب. قال وزاد في قصه الكافر ثم يقيد له اعمى اصم ابكم لا يرى فيرحم ولا يسمع الصراخ فيرحم ولا يتكلم فيهون، اصم اعمى اصم ابكم في يده من ذنبه. الانسان لو واحد يعذب واحد يقول له كفايه ارحمني اسمع منه حاجه ربما يرق قلبه يرق له قلبه. هذا اصم اعمى ابكم في يده من ذنبه لو ضرب بها جبل كان ترابا. المرذبه ايضا المطرقه الكبيره التي عند الحداد. قال فيضربه فيصير ترابا ثم يعيده الله عز وجل كما كان، فيضربه ضربه اخرى فيصيح صيحه يسمعها كل شيء الا الثقلين. الثقلين انس والجن. قال براء ثم يفتح له باب من النار ويمهد له فرار من النار. هذا الحديث من اجمع الاحاديث في ذكر عذاب القبر. هذا الحديث رواه الامام احمد وابو داود وابن ماجه والنسائي والحاكم في المستدرك وصححه وعبد الرزاق وابو نعيم في الحليه والبياخي في اثبات عذاب القبر. واحمد بن مسلم قال الحاكم هذا الحديث الصحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وابو عمرو الكندي ابو عمر الكندي راوي الحديث فيه فوائد كثيره لاهل السنه وقمع للمبتدعة. قال الذهبي بعد ذكر تصحيح الحاكم على شرط الشيخين وموافقة الذهبي قال الغني وهو كما قال. صححه ابن القيم في إعلام الموقعين وتهذيب السنن ونقل تصحيحه عن أبي نعيم. وقال الهيثمي رواه أحمد وروى الطبراني منطلقا في الكبير ورجال أحمد الجرم. فهو حديث صحيح كله. ماله بقى ان ربنا اعبده في الجنه؟ ما له في الجنه؟ قال اما حديث عمر بن الخطاب فرواه مسلم ومسلم والنسائي وابن ابي عاصم واحمد فرواه مسلم من طرق عنه رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرينا مطالع اهل بدر بالامس فيقول هذا مصرع فلان غدا ان شاء الله تعالى. كما قلنا لا تعارض بين الاخبار ومصارعهم وبين قوله تعالى وما تدري نفس باي ارض تموت، وان هذا من مفاتيح الغيب الخمس، لان الرسول صلى الله عليه وسلم علق ذلك على المسيح. قال فقال عمر والذي بعثه بالحق لا اخطاوا الحلول التي حد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فجعلوا في بئر بعضهم على بعض وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى اليهم فقال يا فلان ابن فلان فيا فلان ابن فلان هل وجدتم ما وعدكم الله ورسوله حقا؟ فاني وجدت ما وعدني الله حقا. قال عمر يا رسول الله كيف تكلم اجسادا لا ارواح فيها؟ قال ما انتم باسمع لما اقول منهم.
غير انهم لا يستطيعون ان يردوا علي شيئا. هذا دليل على انهم يسمعون تبكيت النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يستحب تبكيت الكفار وتبشيرهم بالعذاب والسوء اذا مر على قبورهم. وعن ابي داود والنسائي وزمادة عن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الجبن والبخل وعذاب القبر وفتنة القبر. في اثنين ضعف صححه ابن حبان ضعف الشيخ الالباني ولكن شواهده كثيرة جدا وينبغي ان يحسن حديث الشواهد. نعم ها سمع ايه كل الاموات يسمعون ما ورد الدليل به ان يسمعوا. قد ذكرنا هذا من قبل. سماع الاموات يثبت ما ثبت به الدليل وما لا يثبت به الدليل فالاصل عدم السماع. فاذا مررت على مؤمن فقلت السلام عليكم دار قوم المؤمنين فالظاهر انه يسمع. واذا مررت على قبر كامل تقول ابشر بما يسوءك تجر على وجهك وبطنك في النار فهذا يسمعه ايضا لان الخطاب لمن لا يسمع له باطل ينزه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فين؟ فتنة في القبر. فتنة في القبر دي لسه جاية. فتنة في الصدر الشكوك التي تقع للإنسان، فتنة في الصدر الشكوك التي تقع للإنسان. هذا الحديث هو في فتنة الصدر قال صححه الحاكم وافقه ذلك. صاحب القرناؤوط قال اجازه الحديث ينبغي ان يحث عنه. اما حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فرواه البخاري عنه في باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشية. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان احدكم اذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشية إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا المقعد حتى يبعثك الله يوم القيامة. وله عنه رضي الله عنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أهل القليل، فقال: وجدتم ما أوعدكم ربكم حقا؟ وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقيل له: تبغوا امواتا. فقال: ما انتم باسمع منهم ولكن لا يجيبون. اهل القليل قتل بدر من المشركين الذين امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقائهم في البئر، قليل البئر. واما حديث عائشه ام المؤمنين فروى البخاري رحمه الله في باب التعوذ من عذاب القبر في الكتب عن عمرو بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية جاءت تسألها فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. يهودية جاءت تسألها سبقا من أهل الذمة من بقايا اليهود التي بقينا للمدينة ربما تركت لعبدها على الرحيل مع من راحت. فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائذا بالله من ذلك. ثم ذكر حديث الكسوف في بطونه وفي اخره ثم امرهم ان يتعوذوا من عذاب القبر. ورواه مسلم. وروى البخاري عن عائشه ايضا رضي الله عنها ان يهوديه دخلت عليها فذكرت عذاب القبر. فسالت عائشه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال: عذاب القبر حق. قالت عائشة: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد، أي بعد هذا السؤال، صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. رواه مسلم. رواه مسلم هذا الحديث أيضا عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم
وعندي امرأة من اليهود وهي تقول هل شعرت أنكم تفتنون في القبور؟ قالت ترتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تجع وخاف صلى الله عليه وسلم، وقال إنما تفتن اليهود. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان نازل عليه في الآيات المكية عذاب القبر للكفار، ولم يخبر عليه الصلاة والسلام إلى هذا الزمن بفتنة المؤمنين. وإذا تجع صلى الله عليه وسلم من أن يعذب أحد أن يفتن أحد من أمته، وأخبر بما علم عليه الصلاة والسلام من الوحي السابق، قال إنما تفتن اليهود. قالت عائشة فلبثنا ليالي، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ قالت عائشة رضي الله عنها فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يستعير من على القبر. وجه الجمع بين أدلة بعضها البعض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عذاب القبر حق، أي متراقيا بعد السؤال، أو عذاب القبر حق للكفار، ثم أخبر أنه أيضا لأهل الإسلام، وأن هذا الأمر ليس خاصا بالكفار. وهذا الحديث صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه في شأن فتنة القبر متأخرا بالنسبة لأهل الإسلام، وأما قبل ذلك فكان يعلمه عن الكفار، فأوحي إليه بعد ذلك أن أمته أيضا تفتن. ونسأل الله العافية. وروى مسلم أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي عجوزان من عجوز يهود المدينة فقالتا إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قالت فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما، لم أجد بنعم. يقال أنعم أجل لي بنعم، فلم أجد بنعم يعني لم أقبل ذلك. فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما، الدليل على إثبات العذر بالجهل، إن من كذب بأمر لم يعلم أن الله أخبر به أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر به كان معذورا، لأنه لم يأتي الخبر بعد. فكذبتها عائشة لأنها لم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم. قال فخرجتها ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له، خرجتها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله إن عجوزين من عجوز يهود المدينة دخلت علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم، فقال صدقتا إنهما يعذبون عذابا تسمعه البهائم. ثم قالت فما رأيته بعد في صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. ده أمر اعتقادي إيماني علمي كذبت به عائشة قبل أن تعلم، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم وصدقت وآمنت. ففيه أن المسلم قد يكون مكذبا بأمور لا يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بها، فإذا علم صدق وآمن من ساعته فيزداد بذلك إيمانا، ولا يكون قبل ذلك كافرا بل كان جاهلا. قال ولهما البخاري رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اني عذبت من الفتن والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى واعوذ بك من فتنة الفقر واعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد فنقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم اني اعوذ من الكسل والهرم، الهرم اقصى الكبر، والمأتم فعل اسم، والمغرم الدين. فسر النبي صلى الله عليه وسلم تلا استعاذته من المأتم والمغرم، قال ان الرجل اذا غرم اثم حدث فكذب ووعد فاحسن. لا اقول لا. نعم الدين من اعظم اسباب وقوع اكثر الناس في الاثم، لانه يكون عالما انه لم يوفر الرجل حقه فيعطيه موعدا ويخلفه. وكم من الناس اذا اتى موعد الدين عليه ولم يكن عنده
ذهب الى الرجل يستصيح ويستعيره، لا يكاد يصل الى ان يكون واحدا في الالف ولا في مئة الف، بل يفر من صاحب الدين ولا يعني يستصيح في كل دعاء. وكذلك في الكذب يقول انا اريد كذا لشيء كذا، فيكون كذابا والعياذ بالله، يكثر من الدين فيكثر من الكذب. ومن فتنة القبر وعذاب القبر، فتنة القبر سؤال مع الايه؟ السؤال مع الحيرة، وهو يتعوذ بالله من هذا السؤال الذي تكون معه الحيرة، وعذاب القبر الذي يعقبه. ومن فتنة النار وعذاب النار، يوم هم على النار يفتنون، فعرض الانسان على النار هو عذاب قبل ان يدخلها الانسان. توقع وقوع الانسان في النار ده امر مرعب والعياذ بالله، وهو ان يعرض عليه وان يراها وان يخبر بمكانه فيها وان يوقف عليها ثم يدخلها بعد ذلك. فده يعني اضطراب وشده حال يعني يستعاد منها كما يستعاد من دخول النار نفسها. عذاب شديد للانسان انه قاعد مرعوب قبل ان يعذب، عذاب قبل العذاب. شر فتنة الغنى الطغيان، الغنى غالبا ما يبغي ثم يسأل من حرام ويطلب من حرام وينفق في الشهوات. أقول لك فتنة الفقر، الفقر المنفي الذي يجعل الإنسان يتكفف الخلق ويذل لهم ومن أجل المال يبيع دينه. أقول لك فتنة المسيح الدجال، اللهم اغفر عني خطاياي بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس إلى الوفاء. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها في حديث الكسوف، وفيه قال صلى الله عليه وسلم في خطبته، قال قد رأيت جهنم يحسم بعضها بعضا. الحطمة اسم أسماء النار، من اسم الذي يكثر منه الحطم، الحطم التحطيم. فالنار يحسم بعضها بعضا من شدة تلاطم نيرانها، وهي تحطم كل ما فيها. سميت النار حطمة، ما أدراك ما خطر نار الله الموقدة، لأنها تحطم كل شيء. يحطم بعضها بعضا يعني يكاد يأكل بعضها بعضا. أذن الله لجهنم لنفسين لما قالت أكل بعضي بعضا. يعني سبحان الله، النار أصلا متحفزة لأكل كل ما فيها. حتى إذا لم تكن شيئا أكل بعضها بعضا، فأذن الله لها لنفسين، فأشد ما تجدون من حر الصيف من نفسها. وأشد ما تدرون البرد الشتاء من زمهريه، إلى أن يلقى فيها وهي لا تزال يلقى فيها وتقول هل من مزيد. أعوذ بالله من النار. قال ولقد رأيت جهنم يحسن بعضها بعضا إذا رأيتموني تأخر. رحت وضوء من الدليل لم تمتلئ بعد، لدليلها الآن كذلك. الرسول قال أزيلت عن الحجب حتى راها صلى الله عليه وسلم في موقفه ذلك. قال ورأيت فيها ابن لحي وهو الذي سير السوائل. عمرو بن لحي أول من غير دين إبراهيم. سائلا كان رجل جريء إذا قدم من سفر أو برئ من علة أو مدته دابة من مشقة أو حرب، قال ناقتي سائبة لينجع منها فتسير، فلا ينتفع بظهرها ولا تحلأ من ماء ولا تمنع من كلأ ولا تركن. هذا من لسان العرب. عامر بن لحي اول من غير دين ابراهيم، ودخوله النار بروحه بالبرزه، ثم تسلك روحه في جسده يوم القيامه فيدخل النار. وفي هذا الحديث خطر سن السنه القبيحه السيئه والبدعه المنكره واسواها الشرك بالله والعياذ بالله. يزر قصبه في النار، حديث رواه النبي صلى الله عليه وسلم، يزر قصبه يزر امعاءه في النار. واحد عنده قرحة معدة طولها 3 مللي لا مش عارف ياكل ولا يعمل، وده بيجي عليها الميه تقوم تتعبها. كما قال ان هو الامعاء دي بتبقى موجوده بيجرها في النار، تعمل له قرح شكلها دي ولا تقطعها ازاي؟ وهي يحطم بعضها بعضا وهو يجرها. نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار. أول من سير الثواب وأول من صنع بدر الأصنام 10 قرون ما بين إسماعيل إلى زمن عمرو بن لحي كلها على التوحيد. أوحى الشيطان إليه لأماكن وجود ود وسواع ويغوث ويعوق نحوه.
فوق اتساح الأجل ده كان الأطفال المعدة تخرج بقى الأطفال المذكورة دي وود وسواع وموز وأخرى فأخرجها وفرقها في قبائل العرب ودعا إلى عبادتها لأنه كان مطاعا فأطاعوه. وفي نفس الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صاحب المحجر الذي كان يكتب الحجر المحجري ورأى صاحبة الهرة التي حدثت. أما حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما رواه البخاري عن عمر بن الزبير أنه سمع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر قصة القبر التي يفتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجه، أي صاحوا مستغيثين بكوا من الفزع والخوف. ولهما عنها رضي الله عنها في حديث الكسوف فيه: فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله واثنى عليه ثم قال: ما من شيء كنت لم اره الا قد رايته في مقام هذا حتى الجنه والنار، ولقد اوحي الي انكم تفتنون في القبور مثل او قريبا من فتنه الدجال، لا ادري ايتهما. قالت اسماء الراوي عنها يقول ذلك. قال فاما قالت اسماء لا ادري ايتهما. قالت اسماء ده الدليل ان الروايه كانت دقيقه ايه جدا، لان كلمه مثل او قريبا من ايه الفرق بينهم؟ مفيش فرق، بس هو لانه مش متاكد هي قالت ايه بالنص فراح جاي جايب اللفظين المحتملين وقال انا مش متاكد ان واحده اللي قالت قالت قريبا من ولا مثل فتنه المسيح الدجال. قال: يؤتى احدكم فيقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فاما المؤمن او الموقن لا ادري اي ذلك. قالت اسماء: قال فيقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فاجبنا وامنا واتبعنا، فيقال له: من صالحا فقد علمناك كنت موقنا. واما المنافق او المرتاب لا ادري اي ذلك. قالت اسماء فيقول: لا ادري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. تردد من فاطمه بنت المنذر، اي لا ادري اذا كان اسماء من فاطمه بنت المنذر. واما حديث ابي ايوب الانصاري فرواه البخاري عن ابي ايوب رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجب في الشمس غربا فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها، اعوذ بالله. ورواه مسلم. واما حديث ام خالد رواه البخاري عن ام خالد ابن خالد بن زيد بن عمرو انه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعوذ من عذاب القبر. واما حديث ابي هريره رواه مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال: اذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان مصعدانها. قال حماد: فذكر من طيب ريحها وذكر المسك. حماد بن زيد الراوي عن بديل عن عبد الله بن شقيق عن ابي هريره قال: ويقول اهل السماء روح طيبه جاءت من قبل الارض، صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعبرين. يعني اثنى الله عليك وعلى الجسد الذي كنت تعبرين. ورحمك الله الصلاة والله الثناء عند الملائكة، صلاة الملائكة الدعاء. قال ابن عباس: يقولون يبركون. قال غير من اهل العلم: صلاة الرب الرحمة، وصلاة الملائكة الاستغفار. قال: روح طيبة، يقول اهل السماء روح طيبة جاءت من قبل الارض، صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرين. فينطلق به الى ربه عز وجل، ثم يقول: انطلقوا به الى اخر الاجل، يعني الى انقضاء الدنيا. قال: وان الكافر اذا خرجت روحه. قال حماد: وذكر من اسمها، وذكر لعنا انها تلعن تكرم تقول كانت لي خنيفه. قال: ويقول اهل السماء روح خنيفه جاءت من قبل الارض. قال: فيقال انطلقوا به الى اخر الاجل. قال أبو هريرة: فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريقة
كانت على عليه على انفه هكذا وضع الملاءه على انفه تاكيدا لهم على وجود الرائحه الخبيثه عند خروج روح الكافر. ولهما عنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال. قال الترمذي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قبر الميت او احدكم اتاه ملكان اسودان ازرقان. الزرقاء تكون في العين. قال في اللسان الزرقاء قدره في سواد العين. قال تعالى ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. قال ابن سينا انما قال زرقا لان السواد يزرق اذا ذهبت نواظره. السواد اللي في العين ده يبقى لونه ازرق واخضر لضياع العين. هذان الملكان اسودان ازرقان من شده منظرهما. يقال احدهما المنكر والاخر النسيه. وفي حديث صحيح فيه التصريح بتسميه ستاني القبر المنكر والنكير وبيان لونهما وصفة عيونهما. يبقى لونهم اسود وعينهم زبد. فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول ما كان يقول هو عبد الله ورسوله واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فيقولان قد كنا نعلم انك تقول هذا. ثم يفتح له في قبره 70 ذراعا في 70 ثم ينور له فيه ثم يقال له نم. فيقول ارجع الى اهلي فاخبرهم. فيقولان نم كنومه العروس الذي لا يوقظه الا احب اهله اليه حتى بعثه الله من مضجعه ذلك. وان كان منافق قال سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا ادري. فيقولان قد كنا نعلم انك تقول ذلك. فيقال الارض التئمي عليه فتلتئم عليه فتختلف اضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضاعه ذلك. روى الامام احمد عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الميت يحضره الملائكه فاذا كان الرجل الصالح قالوا اخوذي ايتها النفس الطيبه كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة وابشري بروح وريحان ورب غير غمران. اخرجي حميدة يعني محمودة. والروح كما ذكرنا الراحة والرحمة والريحان بقل طيب الريحان كل بقل طيب الريحان. ابشري بروح وريحان ورب غير غمران. قال فلا يزال يقال فلا يزال يقال ذلك حتى تخرج ثم يعرض بها الى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا؟ فيقال فلان ابن فلان فيقال فلان فيقول مرحبا بالروح الطيبه كانت في الجسد الطيب ادخلي حميده وابشري بروح وريحان ورب غير غضبان. فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها الى السماء التي فيها الله عز وجل اي التي فوقها الله عز وجل. فإذا كان الرجل السوء والعياذ بالله قالوا اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث اخرجي غنيمة وأبشري بجحيم وغساق وآخر من شكله أزواج. الغساق ما يغتق فينصب وينزل ويسيل من جلود أهل النار وصديدهم وحروقهم ونحو ذلك من قيح وغيره. في حديث ضعيف عند احمد لو ان دلوا من غساق يغراق في الدنيا لانت من اهل الدنيا. قال ابن كثير في قوله تعالى هذا فليذوقوه حميم وغساق قال الحميم الحار الذي قد انتهى حره واما الغساق فهو ضده وهو البارد الذي لا يستطاع من شده برده المؤلم. يعني يستمع فيه انه منتن جدا وبارد جدا وهو صديد وقيح وعطارد قروح وحروق وجروح اهل النار. قال غسقت العين اذا سلك الى الصديد. واخر من شكله ازواج اي أيوة اشباه من هذا القبيل والشيء وضده يعاقبون به. يعني بالحق والزمن على ذلك.
يعني برد مؤلم، البرد احيانا يصيب بالحرب. قال فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرض بها السماء فيستفتح لها فيقال هذا فلان، فيقولون لا مرحبا بالنفس الخبيثه، كانت في الجسد الخبيث، ارجعي جميله فانه لا تفتح لك ابواب السماء، فيرسل من السماء ثم يطير الى الارض. روى ابن حبان في صحيح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان المؤمن اذا قبض اتته ملائكه الرحمه بحريره بيضاء فيقولون اخرجي الى روح الله، فتخرج كاطيب ريح حتى انه حتى انه لا يناوله بعضهم بعضه يشمونه حتى ياتوا به باب السماء، فيقال ما هذه الريح الطيبه التي جاءت من قبل الارض، ولا ياتون السماء الا قالوا مثل ذلك حتى ياتوا به ارواح المؤمنين، فلهم اشد فرحا به من اهل الغائب غائبهم، فيقولون ما فعل فلان، فيقولون دعوه حتى يستريح فانه كان في غم، فيقول قد نام انا اتاكم، فيقول ذهب به الى امه الهاويه، فيقولون ذهب به الى امه الهاويه، يعني اهل الايمان من الاموات يسالون الروح التي صارت اليهم حديثا عمن ايه؟ عمن تركوه بالارض، اذا كان اتى اليهم فيعرفون انه ذهب به الى النار. واما الكافر فياتيه ملائكه العذاب بمتح فيقولون خذي الى غضب من الله تعالى، فتخرج كانت من هديك فيذهب به الى باب الارض. لأن الأرض السابعة في هذا القرآن. إذا في الرواية وأما الكافر إذا خذلت نفسه ووهب بها إلى باب الأرض تقول خزنة الأرض ما وجدنا ريحا أنتن من هذه فيبلغ الأرض السفلى. في الرواية عن أبي هريرة حديث صحيح. هذا رواية واحدة. فروى حماد بن سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال ذلك إذا قيل له في القبر من ربك وما دينك وما نبيك؟ فيقول ربي الإسلام وديني، فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، جاء البينات من عند الله فأبد به وصدقه، فيقال له صدقت على هذا عشت وعليه مت وعليه تبعث. يقول خذ هذا الصدق. نعم. الأخ بيقول إن الكافر إذا كانت انقطاع من الدنيا إلى الآخرة هذا خطأ، لا مش خطأ. ما هو كده صح في النسخ كلها. أنت اللي فاهمها صح. هو إقبال إلى الآخرة مش إنه إقبال بالنفس ومن الرغبة. إقبال يعني هو نهايته قربت وانتقل إلى الدار الآخرة. خطأ من ظاهر ولا حاجة. ها؟ ها؟ إقبال إلى الآخرة. إلقاء موعظة على الناس في المقابر تفعل وتكره. يفعلها أحيانا ويتركها أحيانا. صور في كتب الأطفال ينبغي أن يعلموا صمتها. احتمال بجوازها. هل الميت يسمع في البيت كما يسمع في القبر؟ الله اعلم، ليس عندنا دليل. نعم وارد. نعم صحيح ان الميت يعرض البكاء لي عليه. نعم دليل ان هو اذا سمع بكاءهم عذر لذلك. صح دليل ظاهر في قول الله عز وجل فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقال لو تدين هذا الصيف من الجسد يتكون ثم تنفخ فيه الروح، وهذا لا يمنع ان الارواح مخلوقه قبل ذلك. اخراج الارواح من ظهر ابن ادم ظاهر ظاهر في المعنى من جهه المعنى، وفي حديث اخر في حديث الاسراء والمعراج في ذكر ان ادم اذا نظر عن يمينه ذكر واذا نظر عن شماله ذكر،
فإذا نظر عن يمينه هذا مات مبانيه الذين في الجنة، مات مبانيه. وإذا نظر عن شماله مات مبانيه الذين إيه؟ في النار. وده ظاهر إن هما في السماء، والكفار أرواحهم بعد خروج أرواحهم لا تفتح لها أبواب السماء. فإذا ده النسم الذي عند الله عز وجل. نعم؟ تموت؟ لا، الأرواح باقية. ما هو ده الموت معناه فراقة روح الجسد. يعني عايز تقول الأرواح تنعدم؟ لا، الأرواح لا تنعدم. مفيش تحديد. حسب الحاجة، الموعظة عند القبر حسب الحاجة. الظاهر العموم اذا كان الرجل يعذب بوكاء يديه عليه، الميت يعذب بوكاء يديه عليه، عامة الكافر المؤمن اذا كان هناك تفريط في الوصيه.